السلام عليكم، أنا زيد حمدان وهذا شرح التجربة رقم 11 البارت الثاني منها اللي هي بتحكي عن الأنيمال تيشوز. الأنيمال تيشوز بتقسموا لأربع أنسجة تيشو، يعني نسيج. أول واحد اللي هو الإبيثيليال الطلائي، ثاني واحد اللي هو الكونكتيف تيشو الضام، ثالث واحد اللي هو المسل تيشو العضلي، ورابع واحد اللي هو النيرفس تيشو. بالتجربة الماضية وبالفيديو السابق شرحنا عن الإبيثيليال وعن المسل تيشو، بالفيديو هذا ان شاء الله راح نشرح عن الكونكتيف تيشو وعن النيرفس تيشو. بداية راح نبدأ بالنيرفس تيشو. النيرفس تيشو اللي هو النسيج العصبي. النيرفس تيشو بتقسم لنوعين اساسيين من التيشوز. اول واحد اللي هو السنترال، ثاني واحد اللي هو البريفرال. السنترال اللي هو المركزي بزبط نختصره ب CNS Central Nervous System، والبريفرال اللي هو الطرفي نختصره بال PNS Peripheral Nervous System. خليني افتح صورة عشان يكون اوضح. حكينا النيرفس بتقسم لجزئين، السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. هسا السنترال نيرفس سيستم برجع بتقسم لكمان جزئين يلي هم البرين الدماغ اول واحد، وثاني واحد يلي هو السباينال كورد اللي هو نخاع العظم او الحبل الشوكي. البريفرال نيرفس سيستم البي ان اس هو اي اشي مش البرين والسباينال كورد. اذا النيرفس سيستم متقسم لجزئين، اول واحد يلي هو السنترال فيه مكونين، اول واحد يلي هو البرين والسباينال كورد، وتاني مكون للنيرفس سيستم يلي هو البريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم اي اشي مش البرين والسباينال كورد. هسا النيرفس سيستم حكينا فيه سي ان اس والبي ان اس. البريفرال نيرفس سيستم فيها نوعين اساسيين من التيشوز، يعني فيها انسجة موجودة بس بالبريفرال نيرفس سيستم يلي هم اول واحد اسمه النيرفز، تاني واحد اللي هو الجانجليا الاعصاب والعقد العصبية. هدول موجودين وين؟ بالبريفرال نيرفس سيستم. والسنترال نيرفس سيستم كمان فيه بس نوعين من الانسجة بس موجودين بالسنترال نيرفس سيستم، هو يلي هم الوايت ماتر والجراي ماتر. هسا لما احكي انا الوايت والجراي ماتر بكون قصدي انهم موجودين بالسنترال نيرفس سيستم، يعني يا اما بكونوا موجودين بالبرين يا اما بكونوا موجودين بالسباينال كورد. اذا النيرفس تيشو مقسم لنوعين اساسيين، السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم فيه نوعين كمان مكونين داخله يلي هو البرين والسباينال كورد. هسا السنترال نيرفس سيستم فيه نوعين اساسيين من التيشو يلي هم الوايت ماتر والجراي ماتر. اما البريفرال نيرفس سيستم فيه نوعين اساسيين من التيشوز يلي هم النيرفز الاعصاب، وتاني اشي يلي هو الجانجليا. هسا نبدأ بالشرح. النيرفس تيشو هو المين كومبوننت للبرين للسباينال كورد وللبرانشينج بريفرال نيرفز. زي ما حكينا انه هو داخل البرين بالدماغ او بالسباينال كورد بالحبل الشوكي او بالبريفرال نيرفز. الوظيفة الاساسية للنيرفس تيشو يلي هي ريجوليت اند كنترول بودي اكتيفيتي، تتحكم بالبودي اكتيفيتي بالانيمال سواء كان انسان او حيوان. في له كمان فانكشنز، الفانكشنز للنيرفس سيستم يلي هم سنسوري انبوت، سواء مثلا انا كنت في جنبي مصدر نار وقربت ايدي منها على طول انا راح احس وابعد ايدي عن النار، اذا هاي بتكون وظيفة سنسوري. تاني وظيفة للنيرفس سيستم اللي هي انتجريشن. انتجريشن معناتها التكامل، يعني النيرفس سيستم ما بيعتمد بس على حاله، لا بيعتمد على عدة سيستمز موجودة بجسم الانسان. لما مثلا انا اشعر بخطر قادم باتجاهي، هذا اللي بخليني اشعر فيه اللي هو النيرفس سيستم، بس يلي بخليني ابعد عنه اللي هو الجهاز العضلي. فالجهاز العصبي والجهاز العضلي متكاملين مع بعض، فوظائف الجهاز العصبي انه هو جهاز متكامل بيوصل بين
الجهاز العصبي والعضلي. ثالث فانكشن للنيرفس سيستم يلي هي كنترول اوف ماسل اند جلاندز، بتتحكم بالعضلات وبتتحكم بالغدد. زي ما حكينا، واحد بده يجي مثلا بده يضربني، انا لكل فعل ردة فعل، فانا لما يجي هو بده يضربني انا تلقائيا بصير بدي اضربه، فانا بتحكم بالعضلات انها تتوجه باتجاهه. والجلاندز متى يتم افراز الهرمونات منها ومتى لا يتم افرازها، وهي اللي بتحكم فيها يلي هو النيرفس سيستم. وفي عنا كمان الهوميوستيسيس. الهوميوستيسيس يعني هي الاتزان، يعني هي بتتحكم بتركيز الايونات داخل الخلية وخارج الخلية. لما يكون في تركيز معين هنا اللي بتحكم فيه هو النيرفس سيستم. لما يكون في عندي خلل بهذا التركيز معناته النيرفس سيستم بهذا المكان ما بيكون شغال. واخر فانكشن للنيرفس سيستم يلي هي المينتال اكتيفيتي، يلي هو التفكير. انا لما اكون قاعد بفكر وبحكي هذا كله بيكون بتحكم فيه النيرفس سيستم. يعني الفانكشنز للنيرفس سيستم او للنيرفس تيشو ريجوليت اند كنترول بودي اكتيفيتي، بتتحكم بالبودي اكتيفيتي اول وحده هاي. ثاني اشي اللي هي السنسوري انبوت، وحكينا عن الانتجريشن. وفي كمان عنا كنترول للمسلز اند جلاندز، كمان بتاثر على الهوميوستيسيس، واخر اشي على المينتال اكتيفيتي. هسه النيرفس تيشو في له مكونات، الكومبوننتس للنيرفس تيشو شغلتين. النيرفس تيشو مكونات وشغلتين. اول واحدة اللي هي النيرف سيل، والنيرف سيل بزبط انه نحكي عنها نيورون. ثاني شغلة اللي هي الجليال سيل، والجليال سيل بزبط نحكي عنها نيورو جيا. هلا الكومبوننتس للنيرفس تيشو شغلتين، النيرف سيل، والنيرف سيل بزبط نحكي عنها نيورون. ثاني شغلة اللي هي الجليال سيل نحكي عنها نيورو جليا. هلا النيرف سيل لها وظيفة والجليال سيل كمان لها وظيفة. النيرف سيل وظيفتها انها ريسيف اند ترانسميت امبولسز، تستقبل وبترسل الامبولسز. الامبولسز يلي هم السيالات العصبية. يعني هي شو وظيفة النيرف سيل؟ انها استقبال وارسال السيالات العصبية. اما الجليال سيل وظيفتها انها بتعمل اسيست للبروباجيشن اوف ذا نيرف امبولس وبروفايد نيوتريانتس تو ذا نيورون. هسا الجليال سيل شو وظيفتها؟ اهم اشي فيها انه هي بتعمل زي اسيست، هي زي داعم للنيورون. الجليال سيل اول وظيفة لها انه هي بتعمل اسيست للبروباجيشن للنيرف امبولس، هي بتسهل وبتساعد على توصيل السيال العصبي. وتاني شغلة انها هي بتوفر النيوترينتس للنيورون. يعني مين بيغذي النيورون؟ الجليال سيل. تمام، النيرفس تيشو فيه اثنين كومبوننت. اول واحد النيرف سيل وظيفته انه ريسيف اند ترانسميت امبولسز، وتاني واحدة اللي هو الجليال سيل. الجليال سيل هي داعمة للنيرف سيل. الجليال سيل في لها وظيفتين، اول واحدة اسيست للبروباجيشن للنيرف امبولس، وتاني واحدة بروفايد النيوترينتس للنيورون. النيرف تيشو مقسم لاربع تيشوز زي ما حكينا قبل شوي. بالسنترال نيرفس سيستم موجود فيه 2 تيشوز، وبالبريفرال نيرفس سيستم موجود فيه 2 تيشوز. هلا بالسنترال نيرفس سيستم موجود فيه الجراي ماتر، موجود فيه الوايت ماتر. اما بالبريفرال نيرفس سيستم موجود فيه شغلتين، اول واحده اللي هي النيرفز، ثاني واحدة اللي هي الجانجليا. سواء النيرف او الجانجليا هم مكونين الاثنين للبريفرال نيرفس سيستم. فبيحكي لنا basically it is divided into four types of tissues، اثنين موجودين بالcentral nervous system واثنين موجودين بالperipheral nervous system. هسا خلينا ندرس الاثنين اللي موجودين بالcentral nervous system. اول واحد اللي هو اسمه الجراي ماتر، ثاني واحد اللي هو اسمه الوايت ماتر. هسا من اسمهم الجراي ماتر بيكون لونه جراي رمادي، اما الوايت ماتر بيكون لونه وايت. ومنركز مدام هم التنين بالسنترال نيرفس سيستم، اذا التنين موجودين بالبرين والتنين موجودين بالسباينال كورد. تمام،
هسا الجراي ماتر له مكونات والوايت ماتر كمان له مكونات. هسا نبدا بمكونات الوايت ماتر. هسا الوايت اول حرف بالوايت اللي هو الدبليو، الدبليو لو شقلبناه بصير ام صح، يعني الدبليو هي نفسها ام. فالوايت ماتر بكون المكونات اللي فيه ماي الينيتد اكسون، بكون كمان فيه ماي الينيتنج اوليجو كوندروسايت، بكون فيه فايبرس استروسايت، بكون فيه مايكروغليا. هسه الجراي ماتر المكونات اللي فيه بتكون سيل بودي ودندرايت وان ماي الينيتد اكسون، بكون موجود فيه بروتوبلازميك استروسايت والمايكروغليا وفيري فيو ماي الينيتد اكسونز. بس عشان نشرحها خلينا بس اوضح شغله صغيره. هسه هاي خليه عصبيه، الخليه العصبيه احدى مكوناتها يلي هو هذا الاشي الطويل يلي هو المحور اسمه اكسون، بعدين بكون في عندي الاشي الدائري يلي هون هذا اسمه سيل بودي، وفي عندي الزوائد هاي اللي طالعه من السيل بودي اسمها الدندرايت. تمام، هسا لو نتطلع على اللي فوق في عندي اشي اخضر، هذا الاشي الاخضر هو مكون من مايلين شيث. هسا المايلين شيث لما يكون موجود نحكي عن الخلية العصبية انها مايلينيتد، يعني اللي فوق الموجود عليها اخضر نحكي عنها مايلينيتد، اما اللي تحت اللي ما عليها اخضر نحكي لها انها ان مايلينيتد. تمام، اللي فوق عليه اخضر هذا اسمه مايلين شيث نحكي عنه مايلينيتد، واللي تحت ما عليه الاخضر فبنحكي عنه ان مايلينيتد او نون مايلينيتد. فعشان هيك الوايت ماتر تكون مكونه من ايش، حكينا الدبليو بيشبه الام، فاذا الاكسونز اللي فيها راح يكونوا مايلينيتد، الأوليغو إندروسايت اللي موجودين فيها كمان راح يكونوا ماي إلينيتد، راح يكون فيها كمان إشي يلي هو الفايبرس أستروسايت، موجود فيها كمان إشي أخير يلي هو المايكروغليا. هسا الجراي ماتر مكوناتها أن ماي إلينيتد أكسون، الأكسون يلي فيها أن ماي إلينيتد، الماي إلينيتد بس موجودة بالوايت ماتر، أما بالجراي ماتر راح يكونوا أن ماي إلينيتد، راح يكون كمان فيها مايكروغليا وراح يكون فيها بروتوبلازميك استروسايت، راح يكون موجود فيها فيري فيو مايلينيتد اكسونز. بس عشان نفرق بيناتهم، اول اشي الاثنين الجراي ماتر والوايت ماتر الاثنين موجود فيهم مايكروغليا. تمام، هي الاثنين موجود فيهم مايكروغليا. هسا الوايت ماتر مكوناتها ماي الينيتد اكسون، سواء الاكسون او الاوليغو دندروسايت اثنين ماي الينيتد، الجراي ماتر ان ماي الينيتد اكسون. هسه اثنين كمان فيهم استروسايت، بس بالجراي ماتر اسمه بروتوبلازميك استروسايت وبالوايت ماتر اسمه فايبرس استروسايت. هسه في كمان شغله اضافيه مش موجوده بالوايت ماتر موجودة بالجراي ماتر اللي هم السيل بوديز والدندرايت. تمام، هسا نكمل، خلينا بس نشوف الصور هون سريع. خلينا نبلش بالصورة اللي على الشمال هلا، او لا قبل ما نبلش بهاي الصورة في شغلة لازم تعرفوها. هسا اللي على اليمين وعلى الشمال، هسا هدول التنين اللي على اليمين هذا جاي من التنين سنترال نيرفس سيستم، اللي على اليمين اللي هو البرين وعلى الشمال اللي هو السباينال كورد. هسا التنين حكينا فيهم جراي ماتر والتنين فيهم وايت ماتر، بس التنين موقعهم للوايت ماتر وللجراي ماتر بتختلف. هسا اللي على اليمين اللي هو البرين، الوايت ماتر بتكون بالنص والجراي ماتر بتكون على الاطراف، اما الصورة اللي على الشمال اللي هي سباينال كورد، الجراي ماتر هي اللي بتكون بالنص
والوايت ماتر بتكون على الأطراف، تمام؟ يعني هلا هدول كيف بدنا نحفظهم؟ أول إشي بدنا نعرف إنه الوايت ماتر والجراي ماتر بالبرين والسباينال كورد عكس بعض، التنتين عكس بعض. فعشان إحنا ما نحفظهم كلهم، بس بدي إياكوا تحفظوا معلومتين. أول واحدة إنهم عكس بعض، ثاني واحدة إنه بالبرين بالنص بيكون عندي وايت ماتر. فلما نعرف إنه بالبرين بالنص عندي وايت ماتر، فتلقائيا على الأطراف راح يكون عندي الجراي ماتر، والسباينال كورد راح تكون عكسهم تماما، تمام؟ هسه بحسب الصورة هاي، هي نفسها اللي موجودة بالمانيوال، نطلع على الصورة. أول إشي بنشوف إنه بالنص عندي لون رمادي اللي هو الجراي، وعلى الأطراف عندي اللون أبيض اللي هو وايت. فتلقائيا راح نعرف إنه هذا، هاي صورة للسباينال كورد، مقطع عرضي للسباينال كورد، تمام؟ في مكونات مهمة داخل هاي الصورة احنا لازم نكون عارفينهم. قبل ما نبلش بالمكونات، في عنا لو نحسب احنا بجسم الانسان، دائما الامام عنا نحكي عنه انتيرير، والخلف نحكي عنه بوستيرير، تمام؟ يعني العيون جاي عنا احنا قدام فبنحكي عنها انتيرير، اما راسي من ورا جاي من الخلف فبنحكي عنها بوستيرير، تمام؟ هسه حسب هاي الصورة، في عنا من الموجودين تحت بيكونوا بنحكي عنهم انتيرير، والموجودين فوق اللي هم ورا بنحكي عنهم بوستيرير. هسه الانتيرير اذا ملاحظين اكبر، اما البوستيرير بيكون صغير الاشياء اللي موجودين، تمام؟ هسه الانتيرير في عنا هذا الاشي اللي موجود هنا، نفس الاشي موجود هنا كمان، نفس الاشي موجود هون، نفس الاشي موجود هون. هسه هدول الاشياء الاربعة اسمهم هورن، هورن يعني قرن. فانا عندي اثنين انتيرير هورن وعندي اثنين بوستيرير هورن، تمام؟ عشان نفرق بيناتهم الانتيرير بيكون اكبر اما البوستيرير بيكون صغير. هسه الانتيرير هورن اللي هو هاد واحد، وهي في كمان واحد. بين الانتيرير هورن في عندي اشي، هذا الاشي اسمه انتيرير ميديان فيشر. انتيرير يعني من قدام، ميديان يعني جاي بالمنتصف، وفيشر يعني شق، زي ما احنا شايفين هيو شق جاي من قدام وبالمنتصف. هسه لو نطلع هنا في عندي هنا اشي، هلا هذا الاشي جاي قدام صح، بس كمان جاي طرفي. الاشي الطرفي بنحكي بنعبر عنه بمصطلح اسمه لاترال، اللاترال يعني طرفي. فبنحكي عن الهورن اللي موجود هنا لاترال هورن، تمام؟ في عنا بنص الجراي ماتر زي فتحة، هاي الفتحة بنحكي عنها سنترال كانال، تمام؟ هسا في عندي هنا اشي صغير اللي هو موجود هنا، هذا الاشي اسمه جراي كوميشور. هسا لما نيجي مثلا على الشفايف، الطرف يلي موجود على الشفايف يلي بتصل يلي بيوصل بين الشفة العلوية والسفلية اسمه ليب كوميشور. ايش يعني هو؟ يعني الكوميشور هاي مكان بيوصل بين اللي فوق واللي تحت، فالجراي كوميشور هو مكان بيوصل بين مكانين سواء الانتيرير والبوستيرير، نحكي عنه هذا المكان اللي موجود هنا جراي كوميشور. هسا بجهة البوستيرير في عنا بوستيرير هورن اللي موجود هنا واللي موجود هنا صح؟ نحكي عنهم بوستيرير هورن، والبوستيرير هورن زي ما حكينا انهم صغار التنين. بين البوستيرير هورن في عندي تركيب، هذا التركيب اسمه بوستيرير ميديان سلكس، بيجي شكله زي كأنه انتفاخ. البوستيرير ميديان سلكس بيجي بين البوستيرير هورن، بوستيرير عشانه ورا، ميديان عشانه جاي بالمنتصف، والسلكس تحفظوها كأنها انتفاخ. فحسب الصورة هاي نكون عارفين انه الانتيرير ميديان فيشر بيجي بين الانتيرير هورن الكبار، اما البوستيرير ميديان سلكس
بيجي بين اثنين البوستيرير هورن الصغار، تمام؟ هسا خلينا نركز بالصورة اللي على اليمين. هذا كلياته، هذا يلي هو النيورون، الخلية العصبية. هسا النيورون حكينا احنا النيورون من ايش مكونة؟ من سيل بودي ومن اكزون من دندرايت، اشياء زي هيك صح؟ هلا هاي الاشياء احنا وين حكينا انها موجودة؟ راح يكون موجودة السيل بودي والدندرايت موجودين بالجراي ماتر صح؟ فالجراي ماتر راح يكون اقرب على النيورون، والوايت ماتر راح يكون ابعد على النيورون. وفي عنا كمان تركيب جدا مهم اللي هم هدول الاشي هاد والمنطقة اللي موجودة هون، هدول بنحكي عنهم نسل بوديز، تمام؟ يعني هاي اهم شغلة بالصورتين، انه الجراي ماتر هي القريبة على النيورون، واللي بعيد عنها هي الوايت ماتر. وفي عندي اشي ملزق فيها للنيورون اللي هو النسل بوديز، اوكي؟ وحسب الصورة هاي، حسب الصورة هاي بدنا نكون عارفين انه الاشياء هاي وهاي هدول اسمهم دندرايت. الاشي اللي موجود بالمنتصف هذا اسمه سيل بودي. بنص السيل بودي بيكون في عندي نيوكليوس اكيد، المحور هذا الكبير اسمه اكزون، وفي عندنا كمان هاي اللي هي نيورو جليا. النيورو جليا اسمها سبورتنج سيل، حكيناها النيورو جليا ببداية شرحنا انه في عنا نيرفس تيشو فيه نوعين اساسيين من الخلايا، اول واحدة النيرف سيل، وثاني واحدة اللي هي الجليال سيل. الجليال سيل اللي هي النيوروجليا. الجليال سيل هون شو كاتبين؟ كاتبين انها سبورتنج سيل، خلية داعمة. خلية داعمة لمين؟ خلية داعمة للنيورون. هسا هذا كل اشي بالنيرفس تيشو حكينا، خلينا نراجعه كله سريع بدقيقة واحدة. النيرف تيشو له عدة وظائف، أول واحدة اللي هي السنسوري انبوت والانتجريشن، كنترول للمسلز وللجلان، بيعمل هوميوستيسيز، وبيأثر على المنتال اكتيفيتي. النيرفس تيشو مقسم لنوعين أساسيين اللي هم أول واحد السنترال نيرفس تيشو، فيه البرين والسباينال كورد، وفي كمان عنا البريفرال نيرفس تيشو. بريفرال نيرفس تيشو اي اشي مش البرين والسباينال كورد. هسا في نوعين اساسيين من الخلايا موجوده بالنيرفس تيشو اللي هم اول وحده النيرف سيل، ثاني وحده الجليال سيل. النيرف سيل هي الاساس، اما الجليال سيل هي بس بتساعد النيرف سيل، اسيست، بتعمل اسيست لها. بحكي لي هون كمان في عندنا النيرف سنترال نيرفس سيستم، فيه مكونين اساسيين اللي هم الجراي ماتر والوايت ماتر، والبريفرال نيرفس سيستم فيه مكونين اساسيين اللي هم النيرف والجانجليا. هسا بالجراي ماتر في لها مكونات، والوايت ماتر كمان لها مكونات. مكونات الوايت ماتر W بيشبه حرف الام، فمكوناتها راح يكون فيها حرف الام، سواء الماي الينيتد اكزون او الماي الينيتنج وليجودندروسايت واثنين، وفيها كمان مايكروجليا، وفيها فايبرس استروسايت، فيها فايبرس استروسايت. اما الجراي ماتر مكوناتها راح يكونوا ان مايلينيتد اكزون، راح يكون فيها مايكروجليا، راح يكون فيها بروتوبلازميك استروسايت، راح يكون فيها سيل بودي، وراح يكون فيها دندرايت، تمام؟ هسه هذا كل شيء بخصوص النيرفس تيشو. هسه خلينا نبلش بالكونكتيف تيشو اللي هو الموضوع الاكبر بتجربتنا لليوم. الكونكتيف تيشو من اسمه كونكت، يعني هو يضم. كونكتيف تيشو من اسمه كونكت، كونكت يعني يضم، اذا هو النسيج الضام. الكونكتيف تيشو بتقسم لنوعين اساسيين من التيشوز، اول واحدة اللي هي سنف كونكتيف تيشو بروبر، ثاني وحده اللي هي سبيشال كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو بتقسم لنوعين اساسيين، اول وحده الكونكتيف تيشو بروبر، وثاني وحده سبيشال كونكتيف تيشو. بس الكونكتيف تيشو بروبر ترجع تتقسم لكمان نوعين،
السبيشال كونكتيف تيشو بتتقسم كمان لخمس انواع، تمام؟ الكونكتيف تيشو بروبر اول نوع فيها اسمه لوز كونكتيف تيشو، او له اسم ثاني اللي هو الاريولر كونكتيف تيشو، او بزبط نحكي عنه لوز اريولر كونكتيف تيشو. ثاني نوع من الكونكتيف تيشو بروبر اللي هو الدنس كونكتيف تيشو. الدنس كونكتيف تيشو فيه نوعين صغار، واحد ريجولر كونكتيف تيشو والثاني الريجولر كونكتيف تيشو، يعني واحد منتظم وواحد غير منتظم. هسا السبيشال كونكتيف تيشو فيها خمس انواع، منهم البلد الدم، البون اللي هو العظم، الكارتيلج الغضاريف، والاديبوز كونكتيف تيشو اللي هو النسيج الدهني، والريتيكولر كونكتيف تيشو اللي هو النسيج الشبكي. هسا قبل ما نبلش فيهم خلينا بس نرجع نحكيهم سريع. الكونكتيف تيشو فيه كونكتيف تيشو بروبر بتقسم لنوعين، اول واحد اللوز اريولر كونكتيف تيشو، ثاني واحد اللي هو الدنس كونكتيف تيشو. والدنس فيه نوعين اللي هم الريجولر والاريجولر. ثاني نوع من الكونكتيف تيشو اللي هو السبيشال كونكتيف تيشو، سواء كان فيه البلود او البون او الكارتيلج او الاديبوز او الريتيكولر. بسم الله نبلش بالكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو حكينا اللي هو النسيج الضام. اول نقطه هو fibrous tissues made up of cells separated by non-living material called extracellular matrix. اذا هو شو عباره عن ايش؟ هو عباره عن fibrous tissue، نسيج مكون من فايبر، made up of cells مكون من خلايا، separated by non-living materials called extracellular matrix. يعني هو الكونكتيف تيشو عبارة عن تيشو من فايبرز مكون من عدة خلايا، هاي الخلايا منفصلة عن طريق اشي اسمه الاكستراسيلولر ماتريكس، واكستراسيلولر ماتريكس اكسترا يعني خارجي. اذا هو عبارة عن اشي خارجي، يكون عندنا اشي الداخلي اللي هو الكونكتيف تيشو، والاشي الخارجي اللي هو بيفصل الكونكتيف تيشو. اول نقطة مو كثير مهمة. ثاني نقطة اللي هي الفانكشنز، وظائف الكونكتيف تيشو. حكينا من اسمه كونكتيف يعني كونكت، يعني هو يضم، فبيحكي لنا الفانكشن انه هو بيعمل سبورت كونكت اور سيبريت ديفرنت تايبس اوف تيشو اند اورجانز ان ذا بودي. هو يا اما بدعم او بضم او حتى يمكن يفصل انواع مختلفه من الانسجه. ولو تتذكروا بالابيثيليال تيشو لينا مثلا مثلا هاي بالابيثيليال تيشو بالانسجه الطلائيه، كنا نحكي انه فوق في عندنا ابيثيليال تيشو، بعدين يتم فصلهم عن طريق بيسمنت ميمبرين، تحت البيسمنت ميمبرين كان عندنا الكونكتيف تيشو. اذا الكونكتيف تيشو بيفصل بين الانسجه كمان، هو يعني هو موجود بين الانسجه. اما الابيثيليوم لا، موجود بالابيكال، موجود على الاطراف. هلا اللوكيشن تبع الكونكتيف تيشو between other tissues everywhere in the body including central nervous system وبالاوتر ميمبرين وبالمننجيز that cover the brain and the spinal cord. يعني الكونكتيف تيشو موجود بكل مكان. وين موجود؟ everywhere. ايش يعني everywhere؟ يعني سواء كان بالcentral nervous system، يعني ممكن يكون بالبرين، ممكن يكون بالspinal cord، ممكن يكون بالاوتر ميمبرين يعني بالأغشية الخارجية. مثلا على هذا الموضوع اللي هو الدم، والدم هو عبارة عن كونكتيف تيشو، ممكن يكون بالميننجيز. الميننجيز اللي هي سحايا الدماغ، سحايا الدماغ اللي هي بيكون فيها دم، وبالتالي عبارة عن كونكتيف تيشو. يعني الكونكتيف تيشو موجود بكل مكان بجسمنا. هسا الكونكتيف تيشو مكون من ثلاث اشياء رئيسيه بس، هاي الاشياء الكونكتيف تيشو ما بيشملها البلود وما بيشملها الليمف. يعني كل مكونات الكونكتيف تيشو تشملها باستثناء البلود والليمف.
أول وحدة اللي هي الفايبرز، تاني وحدة اللي هي الجراوند سبستانس، ثالث إشي اللي هي السيلز. في عندي فايبرز زي الإلاستيك فايبر، زي الكولاجينس فايبرز، في عندي كمان جراوند سبستانس، في عندي آخر إشي اللي هي سيلز، عدة خلايا. يعني الكونكتيف تيشو مكون من ثلاث أشياء، مكوناته ثلاث أشياء رئيسية، بس هاي الثلاث أشياء الرئيسية مش موجودة لا بالبلد ولا موجودة باللمف. تمام، إيش هم هذول الثلاث أشياء؟ أول واحدة اللي هي الفايبرز، الألياف، سواء الإلاستيك فايبر أو الكولاجينس فايبر. ثاني مكون اللي هو الجراوند سبستانس. جراوند سبستانس بشكل بغالب الصور يعني راح تلاقوه انه هو الباكي جراوند للصورة، هو الجراوند سبستانس. تمام، ثالث مكون اللي هو السيلز. في عندي عدة خلايا هسه راح ندرسهم. النقطة هاي بحكي لنا البلود واللمف لاك الفايبر كومبوننت. حكينا انه البلود واللمف ما مش موجود فيهم هاي المكونات، ما مش موجود فيهم الفايبرز. وall are immersed in the body water. كمان هاي المعلومة مش كتير مهمة. هسا ايش هون بحكينا the cells or the connective tissue include، ايش هم الخلايا يلي موجودين بالconnective tissue؟ صح احنا حكينا انه الconnective tissue مكون من ثلاث اشياء، fibers و ground substance و cells. حكينا الفايبرز هاي مش موجودة بالblood واللمف. طيب ايش هم السيلز هدولة؟ في عندي عدة خلايا موجودين بالconnective tissue، يعني لما انا اطلع على الكونكتيف تيشو راح الاقي عده خلايا. منهم اول وحده اللي هي الفايبرو بلاست، ثاني وحده الاديبو سايت، ثالث وحده اللي هي الماست سيلز، رابع وحده اللي هي الماكروفيج، وخامس وحده اللي هي الليكو سايت. اول وحده الفايبرو بلاست اللي هي الخلايا الليمفيه، ثاني وحده اللي هي الاديبو سايت خلايا الدهنية، ثالث وحدة اللي هي الماست سيل، لو تذكروا بتوجيهي كان اسمهم الخلايا الصارية، رابع وحدة اللي هي الماكروفيج الخلايا البلعمية، خامس وحدة الليكوسايت اللي هي خلايا الدم البيضاء. يعني شوفي عندنا خلايا بالكونكتيف تيشو، خمس خلايا، الفايبروبلاست، الأديبوسايت، الماست سيلز، والماكروفيجز، والليكوسايت. الليكوسايت خلايا دم البيضاء، الماكروفيج الخلايا البلعمية، الماست سيلز اللي هم الخلايا الصارية. الخلايا الصارية هي المسؤولة عن الحساسية. الماست سيلز كل ما نشوف في عنا ماست سيل أطول بنعرف انه كان في عنا بهذا المكان حساسية، فالإنسان ببلش يحك بهاي المنطقة. وفي عنا أديبوسايت وفي عنا الفايبرو بلاست. هسا خلينا نبلش بانواع الكونكتيف تيشو نوع نوع. احنا حكينا الكونكتيف تيشو مقسم لنوعين، اول واحد كونكتيف تيشو بروبر فيه كمان نوعين، ثاني واحد يلي هو سبيشال كونكتيف تيشو وفيه خمس انواع. نبلش باول واحد يلي هو الكونكتيف تيشو بروبر. كونكتيف تيشو بروبر بكون مكون من شغلتين، اول واحدة يلي هي اللوز ايريولر كونكتيف تيشو، ثاني واحد اللي هو الدنس كونكتيف تيشو. ببلش باول نوع اللي هو اللوز ايريولر كونكتيف تيشو. بيحكي لنا هو الموست كومن تايب ان فيرتيبريتس، يعني ممكن يجي سؤال بالامتحان وات از ذا موست كومن تايب اوف تيشو ان فيرتيبريتس، نحكي له لوز ايريولر كونكتيف تيشو. تمام، هلا شو خصائص اللوز ايريولر كونكتيف تيشو؟ له خاصتين وتنتين يعني ممكن تحسوهم انهم متناقضات، بس لا هم فعليا هم الصح. اول خاصيه لللوز ايريولر كونكتيف تيشو انه هو بيكون سترونج، بيكون قوي. ثاني خاصيه بيكون سوفت. تمام، طيب السترونج لايش والسوفت لايش؟ هسه السوفت لازم يكون اللوز ايريولر كونكتيف تيشو سوفت طري، عشان لازم يكون هو فليكسيبل. تمام، ولازم يكون سترونج، عشان هو لازم يكون سترونج عشان بده يعمل بايندينج لانواع مختلفه من التيشوز. فخصائص اللوز ايريولر كونكتيف تيشو اول واحدة انه هو سترونج. ليه سترونج؟ تو بايند ديفرنت تيشوز توجذر. ثاني واحدة اللي هي السوفت. ليه سوفت؟ عشان تو بروفايد فليكسيبيليتي اند كوشنينج.
كشنينج يعني مبطن، وزي ما بنعرف المخدة كمان هي ممكن نحكي عنها مبطنة. المخدة فيها التواءات، فعشان يكون فيها التواءات لازم يكون مرنة، لازم تكون فلكسبل. هسه ايش هي الفانكشنز لللوز ايريولر كونكتيف تيشو؟ الفانكشنز كلهم بشكل عام نفسهم، يعني احفظوا انه هو بس الفانكشنز لللوز ايريولر كونكتيف تيشو انه بيثبت. ايش بيثبت؟ بحكي انه holding organs in place attaches epithelial tissue to other underlying tissues it surrounds blood vessels and nerves. يعني هو بس وظيفته بشكل عام اللوز ايريولر كونكتيف تيشو التثبيت. والتثبيت ايش؟ سواء كانوا organs او الابيثيليال تيشو او البلود او حتى النيرفز. كونكتيف تيشو من اسمه كونكت، واول واحد فيه نوع اللي هو اللوز ايريولر كونكتيف تيشو، فهو وظيفته الاساسيه التثبيت. عشان هيك هو الموست كومن تايب، عشان موجود بكل مكان بيعمل تثبيت. هسا بالصورة هاي في عندنا عدة مكونات، هون بحكي لنا the matrix of this tissue. لو جبنا خلية وفحصناها تحت الميكروسكوب راح نلاقي فيها عدة أشياء. أول إشي بحكي لنا راح نلاقي many types of cells، راح نلاقي خلايا متعددة سواء كانوا mast cell أو microphages أو fibroblast. هاي أول إشي. ثاني إشي راح نلاقي فيه كمان عنا three types of connective tissue fibers، راح نلاقي ثلاث أنواع من الفايبرز اللي هم الكولاجينس فايبرز، الإلاستيك فايبر، والريتيكولر فايبر. يعني اللوز ايريولر كونكتيف تيشو ايش موجود فيه؟ موجود فيه ماست سيل، موجود فيه مايكروفيج، موجود كمان فايبروبلاست، موجود ثلاث أنواع من الفايبرز اللي هم الكولاجين والإلاستيك والريتيكولر. هسه بدي اياكم تعرفوا هيك سريع انه الريتيكولر بيكون شكل الفايبرز، ريتيكولر يعني شبكه، شكل الفايبرز بيكون شبكي. الالاستيك الالاستيك يعني مرن، فشكل الفايبرز بيكون هيك صغير جدا رفيع كمان. اما الكولاجينس فايبرز بيكون جدا خميله شكلهم. هسه خليني اذا بتحبوا ارجع شوفوا هاي الصوره، خلينا هلا نشوف الصوره يلي موجوده بالمانيوال عندنا. هسا بالصورة هاي اللي موجودة بصفحة، أعتقد بصفحة دقيقة، موجودة بصفحة 111 بالمانيوال، من نميز ثلاث أشياء فيها اللي هم الإلاستين فايبر والفايبروبلاست والكولاجين فايبر. الكولاجين فايبر بيكونوا هم أعرض إشي، أنواع أعرض أنواع من الفايبرز بنحكي عنهم كولاجين فايبرز. أما الإلاستين فايبر جدا رفاع، فبنحكي عنهم انه هم الالاستين فايبر. تمام، في عندنا هيك مناطق زي كانهم مثلا متفرعين، هدول النقاط، هدول النقاط بنحكي عنهم فايبرو بلاست. ومعلومه هيك صغيره، الفايبرو بلاست هي اللي بتكون الفايبرز، من اسمها فايبرو بلاست، بلاست يعني زي كانها هي المصنع، فالفايبرو بلاست هي اللي بتكون الفايبرز اللي بتكون موجوده عندنا. ف الإلاستين هم الرفاع، الفايبروبلاست هي النقاط المتفرعة بكل مكان، والفايبرز اللي بيكونوا شكلهم إخمال نحكي عنهم كولاجين فايبرز. هسه الصورة هاي اللي على اليمين اللي موجودة بالمانيوال، أهم إشي فيها إن نعرف إنه الماست سيل اللي هي موجودة فوق هاي، هاي هي الماست سيل، لو دققنا فيها وطلعنا عليها راح نلاقي فيها حبيبات كثار كثار كثار، يعني الماست سيل بيكون فيها كثير حبيبات. هاي الحبيبات لما تنتشر هي اللي بتعمل الحك. ما احنا حكينا الماست سيل اللي بتفرز عن طريق الهستامين بيكون فيها جدا حبيبات، هاي الحبيبات هي اللي بتعمل لي حك. فبدنا نحفظ انه الماست سيل فيها حبيبات كثار، هي المسؤولة عن لما مثلا يصير هيك جسمي يحك، هي هاي هي الماست سيل. بدي اياكم كمان تركزوا على الكولاجين فايبرز، حكينا الكولاجين فايبرز هم جدا خمال بيكونوا، الالاستيك فايبرز بيكونوا جدا رفاع، تمام،
الريتيكولار فايبرز بكون شكلهم جاي على شكل شبكة. ريتيكولار معناتها شبكي، فريتيكولار فايبرز بيكونوا فايبرز على شكل شبكة. يعني في عنا ثلاث أنواع من الشبكات، ثلاث أنواع من الفايبرز. أول واحدة الريتيكولار فايبر شكلها شبكة، ثاني واحدة الكولاجين فايبر اللي هي الخمال، والإلاستيك فايبرز اللي بيكونوا إرفاع فايبرز بس جدا إرفاع. في عنا كمان هنا عند الريتيكولار فايبر في عنا فيكست مايكروفيج. هسا هاي الفيكست مايكروفيج، فيكست يعني ثابتة. ليه ثابتة؟ عشانها ملزقة بالشبكة. هسا هون في عنا كمان بلازما سيل. البلازما سيل فيها لونين بيكون هون، في يعني في عنا لون أزرق فاتح ولون أزرق غامق. فالبلازما سيل احفظوا إنه بيكون فيها لونين. هسا الأحمر هذا اللي هون، الأحمر أكيد إيش بده يكون؟ بيكون بلود فيسلز، تمام؟ الدوائر البيض هذه، هاي دائما دوائر سواء كانت بيض او صفر او اللون هذا نفس اللون يعني بس بدرجاته المختلفة، بدهم يكونوا أديبوسايت، خلايا دهنية، تمام. الباكي جراوند لهاي الصورة بنحكي عنه الجراوند سبستنس. وفي عنا كمان هون تحت ليمفوسايت، وفي عنا ميزنكايمال سيل، وفي عنا الماكروفيج. بس اهم اشي يلي بدكم تركزوا عنهم يلي انا حكيت لكم عنهم، تمام، يلي هم الماست سيل، يلي هم كمان الفايبرز الثلاث بانواعهم، الفايبروبلاست كمان لازم تركزوا عليها يلي هي موجودة هون. يعني خلينا نرجع نعيده، اللوز ايريا للكونكتيف تيشو سريع، هو الموست كومون تايب، تمام، فيه خاصيتين، أول واحدة اللي هي strong، وثاني واحدة اللي هي soft. soft عشان لازم يكون flexible، أما strong عشان بدي إياه يعمل لي binding. خصائص loose areolar connective tissue حكينا خصائص بكلمة واحدة اللي هي التثبيت، بثبت كل إشي. وفيه عدة أنواع من المكونات اللي هم أنواع الفايبرز الثلاث سواء كولاجين أو إلاستيك أو الريتيكولر. بكون موجود كمان فيه الماست سيل، بكون موجود المايكروفيجز، بكونوا موجودين الفايبروبلاست، تمام. هسا نيجي لثاني نوع من البروبر كونكتيف تيشو اللي هم الدنس كونكتيف تيشو. حكينا احنا انه الدنس كونكتيف تيشو بكون فيه كمان نوعين، واحد ريجولر منتظم، وواحد الريجولر اللي هو الغير منتظم. هسا خلينا نبلش فيه dense connective tissue. هسا dense ايش يعني dense؟ dense يعناتها معناها انه هو اشي كثيف مكثف مضغوط، اشي سميك. فمن اسمه dense connective tissue، هو الconnective tissue يلي بيكون مكثف. هسا بيحكي لنا اول نقطة mainly composed of collagen fibers. لو تذكروا حكينا احنا بالصورة اللي موجودة هون مثلا، شايفين هاي الكولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز اللي هي الخط هذا البني هي والخط هذا اللي جاي هي، هدول الكولاجين فايبرز حكينا انه هم اسمك اشي، اسمك نوع فايبرز. وكمان حكينا انه الدنس هي عبارة عن اشي سميك، ف منطقي جدا انه المكون الرئيسي للدنس كونكتيف تيشو يكون الكولاجين فايبرز، تمام. It forms strong rope like structure. الدنس كونكتيف تيشو بده يكون زي حبل، والحبل الحبل هذا بده يكون عريض وبده يكون سميك. هلا في مثالين هنا، انه مثالين بخلايا بجسمنا او انسجه بجسمنا عبارة عن dense connective tissue. أول واحد اللي هو التندون، تاني واحد اللي هو الليجمنت. التندون معناتها وتر، واحفظوا التندون تي مع وتر مع التاء، تندون مع وتر. وتاني واحد اللي هو الليجمنت، الليجمنت اللي هي الأربطة. هسا التندون إلها وظيفة معينة، والأربطة إلها وظيفة معينة. شو وظيفة التندون؟ التندون وظيفتها انه هي بتربط المسل مع البون، العضله مع العظم. التندون بربط المسل مع البون، اما الليجمنت الاربطه بتربط المسل مع المسل.
مرة ثانية الدنس كونكتيف تيشو بيكون مكون من كولاجين فايبرز. الكولاجين هدول عبارة عن سترونج، بيكونوا شكلهم زي الحبل، روب لايك ستراكتشر. في عنا مثالين، أول واحد اللي هو التندون، الوتر بربط المسل مع البون. ثاني واحد اللي هو الليجمنت، اللي هي الأربطة. الليجمنت بربط إيش؟ المسل مع المسل، تمام؟ وفي عنا هون كمان معلومة، هاي المعلومة انتو راح تفهموها بالتجربة الجاي ان شاء الله، هسا بس احفظوها حفظ، انه هو ميك اب اللور لير للديرمس. الديرمس هاي موجودة بالسكن. انا الجلد تبعي السكن فيه عدة طبقات، احدى هاي الطبقات اسمها الديرمس. فالدنس كونكتف تيشو بكون الديرمس، تمام؟ حكينا كمان الدنس كونكتيف تيشو بيكون فيه شغلتين، واحدة ريجولر منتظم، واحدة ار ريجولر غير منتظمة. هسا ايش يعني ريجولر وايش يعني ار ريجولر؟ حكينا الدنس كونكتيف تيشو مكون من ايش؟ مكون من كولاجين فايبرز. هسا هون الكولاجين كلهم بنفس الاستقامة، صح ولا لا؟ كلهم جايين فرلل لبعض، كلهم موازيين لبعض. لما يكونوا كلهم موازيين لبعض بنحكي عنهم انهم regular dense connective tissue. بس لما زي الصورة هاي مثلا، هون شو مالهم؟ اشي جاي بزاوية 90، اشي جاي بزاوية 0، يعني مش موازيين لبعض، هذا المقصد. اشي جاي اوبليك، جاي مايل. فاللي بدي اوصل لكم اياه انه هون الكولاجين فايبرز مش موازية لبعض. لما تكون مش موازية لبعض بنحكي عنها irregular غير منتظمة. فهاي الصورة شو ممكن يجيب لنا اياها بالامتحان؟ بيحكي لنا هاي شو بتمثل. اول اشي الكولاجين فايبرز اللي فيها مش متوازيين، فعطول بنعرف انه هاي irregular، والباقي نفس الاشي اللي هو dense connective tissue. irregular dense connective tissue، سواء حكينا dense irregular connective tissue او irregular dense connective tissue عادي، ترتيب مش مهم. والصورة هاي بيبين لنا انه الفايبرز كولاجين فايبرز مش على نفس الاستقامة، مش بارلل لبعض، اشي جاي هيك اشي جاي هيك، فما بيكونوا بارلل. فالراجع الدنس كونكتيف تيشو سريع مكون من كولاجين فايبرز، بيكون سترونج. فيه مثال يعني التندون والليجمنت. التندون بربط مسل مع بون، الليجمنت بربط مسل مع مسل. بكون اللور لير للسكن اللي هي اسمها الديرمس. وفيه نوعين، واحد ريجولر واحد ايرريجولر. الريجولر، ولا نبلش بالايرريجولر بالاول. الكولاجين بندلز اند ماتريكس ار ان ايرريجولر باترن، تمام؟ sometimes in the form of a network، بكون شكلهم شبكة فايتين كلهم ببعض، فعشان هيك بكونوا غير منتظمين، نحكي عنهم ايرريجولر. ثاني واحدة اللي هي الريجولر، كولاجين فايبرز ار بندلد ان بارلل فاشن، وغالبا ما بيكون فيها الاستيك وما بيكون فيها ريتيكولر فايبرز. يعني هون شو قصده بهاي الجملة؟ انه بالريجولر ممكن يكون فيها الاستيك، ممكن يكون فيها الريتيكولر فايبرز، اما بالريجولر لا، بيحكي لنا it has no elastic and no reticular fibers. يعني شو يلي بيميز الريجولر عن الارريجولر؟ اول اشي الريجولر بتكون بارلل، الارريجولر بتكون ما بتكون بارلل، هاي اول اشي. ثاني اشي الريجولر ما بيكون فيها الاستيك فايبرز ولا بيكون فيها ريتيكولر فايبرز، اما الارريجولر ممكن يكون فيها هاي الاشياء، تمام؟ هسا احنا حكينا الكونكتيف تيشو مفرع لفرعين اساسيين، اول واحد يلي هو البروبر كونكتيف تيشو، فيه كمان نوعين، وثاني واحد، والنوعين هذول درسناهم. ثاني واحد يلي هو سبيشال كونكتيف تيشو، مكون من خمس اشياء، فيه خمس اشياء. هسا اول اشي من السبيشال كونكتيف تيشو اسمه ريتيكولر كونكتيف تيشو، النسيج الضام الشبكي، النسيج الضام الشبكي. هسا من اسمه ريتيكولر، فشو بتتوقع نوع الفايبرز اللي موجودة فيه؟ اللي هم الريتيكولر فايبرز، صح؟
خلينا نبلش. ايه reticular connective tissue. The features: it has a network of reticular fibers that made up of collagen. يعني هو من ايش مكون؟ هو مكون من شبكة network من الريتيكولر فايبرز. حلو. هلا الريتيكولر فايبرز، ايش هم الريتيكولر فايبرز؟ synthesized by special fibroblast called reticular cells. الريتيكولر سيلز خصائصهم بيكونوا thin branching structure. هسا الريتيكولر فايبرز هاي هيك ترجمتها، ان الريتيكولر فايبرز تمت صناعتها عن طريق نوع خاص من الخلايا. هاي الخلايا اسمها الريتيكولر سيل. يعني الريتيكولر فايبر من وين اجاني؟ اجاني من خلايا اسمها الريتيكولر سيل. تمام. الريتيكولر سيل هم السبيشال فايبروبلاست، والريتيكولر سيلز هذول بيكونوا ثن، بيكونوا متفرعين، بيكون شكلهم شبكه. هسه الريتيكولر كونكتيف تيشو بدنا نعرف غير الفيتشرز، بدنا نعرف اللوكيشن لهم وين بيكونوا موجودين. هم بشكل عام موجودين بأجهزة المناعة. تمام. يعني ايش أجهزة المناعة؟ يعني زي الليمف نود، العقد الليمفية، زي البون مارو، نخاع العظم، وزي السبلين. خلينا نقرأ. بحكي لنا اللوكيشن تبعهم: they form the soft skeleton to support the lymphoid organs. زي ايش؟ زي الليمف نود سترومال سيلز، زي العقد الليمفية، زي البون مارو اللي هو منه الريد بون مارو. في بون مارو لونين، الريتيكولر الريتيكولر كونكتيف تيشو موجود وين؟ بالريد بون مارو. اخر اشي موجود كمان بالسبلين اللي هو الطحال. في عنا كمان وظيفة انه it hold الاديبوز تيشو. يعني اشي طبيعي انه الشبكة بدها شو تعمل؟ بدها تعمل هولد للأديبوز تيشو. هسا نراجعها سريع. الريتيكولر كونكتيف تيشو الفيتشرز انه هي مكونة من نتورك من الريتيكولر فايبرز. الريتيكولر فايبرز هدولة من وين بيجولي؟ يجوني من الريتيكولر سيلز. اللوكيشن تبعهم بجهاز المناعة بشكل عام، سواء كان الريد بون مارو او السبلين او الليمف نود. اخر اشي انه it hold the adipose tissue. تمام. ولو بتلاحظوا بالصورة هاي الفايبرز اللي فيها هيك شكلهم زي شبكة جايين، فعطول بنعرف انه هاي الصورة تابعة للريتيكولر كونكتيف تيشو. ممكن نلاقي فيها وايت بلود سيلز، عشان هم وايت بلود سيلز هي سيلز لجهاز المناعة، فممكن نلاقي فيها وايت بلود سيلز. هسا ثاني نوع من السبيشال كونكتيف تيشو يلي هو اول نوع ايش كان؟ كان ريتيكولر كونكتيف تيشو. ثاني نوع يلي هو الاديبوز اور بودي فات كونكتيف تيشو، يعني النسيج الدهني بجسمي، بنحكي عنه نسيج ضام. حلو. هلا نقرا. بحكي لنا الكومبوننتس، مكونات الاديبوز تيشو. اول وحده في اهم شغله فيه يلي هي الاديبو سايت. في عنا كمان فايبروبلاست، في عنا فاسكولار اندوثيليال سيلز، في عنا اديبوز تيشو، ماكروفاجز. مرة ثانية، شو مكونات الاديبوز تيشو؟ في عنا اديبوسايت، في عنا فايبروبلاست، في عنا فاسكولار اندوثيليال سيلز، في عنا اديبوز تيشو، ماكروفاجز. هلا الاديبوز تيشو فيه نوعين فرعيين. اول واحد اللي هو الوايت اديبوز تيشو، ثاني واحد اللي هو البراون اديبوز تيشو. خليني افتح على حسب الصورة هاي، في عنا احنا نوعين اساسيين من الاديبوز. واحد بيكون اسمه وايت اديبوز تيشو، بنحكي عنه دبليو اي تي يعني وات. ثاني واحد اللي هو البراون اديبوز تيشو اللي هو بنحكي عنه بي اي تي بات. في عنا وات وفي عنا بات. هسا بالصورة هاي بدنا نعرف انه هاي كلها اللي هي الفات دروبلت. حلو. المكان الاسود الصغير هذا اللي موجود هون او هون، هاي التجمع اللي هون لونه اسود وهون لونه بني، هذا بنحكي عنه الاديبو سايت نيوكليس. تمام.
فهاي الصورة ممكن تيجي بالامتحان ويحكي لنا هاي الصورة ايش، لوز اريولار كونكتيف تيشو ولا اديبوسايت ولا ايش. احنا نحكي له هاي الصورة اديبوسايت ونركز على التفاصيل، يعني انه هاي كامل فات دروبلت اسمها، وهاي الموجودة هنا اسمها اديبوسايت نيوكليوس. نفس الاشي اللي هنا مثلا، هاي كلها اسمها اديبوسايت اللي هي الفات سيل. فالديبو اديبوس تيشو مكون من شغلتين، اول واحدة الوايت اديبوس تيشو الوات، ثاني واحدة البراون اديبوس تيشو اللي هي بات. هسا الوات لها وظيفة معينة والبات لها وظيفة معينة. الوظيفة الأساسية للوايت اديبوس تيشو انه it stores energy، بتخزن الطاقة. اما البراون اديبوس تيشو it generates body heat. فالوات له وظيفة معينة والبات له وظيفة معينة. الوايت it stores energy، بتخزن الطاقة. اما البراون it generates body heat، يعني بتخليني اشعر بالدفى. مين يلي بخليني اشعر بالدفى؟ يلي هو البراون. هسا الاديبوس تيشو ايش الفانكشن له بشكل عام، سواء كان وايت اديبوس تيشو او سواء كان براون اديبوس تيشو. اول اشي انه it stores energy in the form of lipids، بخزن الطاقة على شكل دهون. تاني اشي انه هو بيعمل cushioning، يعني هو بيعمل زي تبطين. ثالث اشي بيعمل انسوليشن للبدي، يعني بيكون عازل للجسم الانسان، زي مثلا الدب بيكون عنده فرو كبير. ليه بيكون عنده فرو وبيكون جدا كبير؟ بيكون فيه كمية فات كبيرة عالية، فكمية الفات هاي بتعمل له انسوليشن عن درجات الحرارة الباردة، فالفات بيعمل كمان انسوليشن للبدي. وفي كمان اخر اشي انه بيعمل production of hormones، بينتج هرمونات زي هرمون اسمه ليبتين، هرمون الليبتين. فشو هم الفانكشنز للاديبوس تيشو؟ اربعة. اول واحدة انه هو بيخزن الطاقة، تاني واحدة اللي هو الكشنينج، مبطن ممكن يكون عند القلب، القلب حواليه كله ايش؟ يكون حواليه كله دهون، عشان لو اجتني ضربة على القلب، القلب ما يتأثر، الدهون تمتص هذا الضربة هاي، فهو بيكون كشنينج ده specific parts او organs عندنا بجسمنا. كمان بيعمل على insulation للبدي زي درجات الحرارة العالية مثلا، وكمان اخر اشي بينتج هرمونات زي هرمون اسمه ليبتين، هرمون الليبتين. هسا اللوكيشن، انا وين ممكن الاقي فات عنا؟ اول اشي beneath the skin، تحت الجلد اكيد بيكون في عنا ايش؟ بيكون في عنا فات، فبنحكي عنه subcutaneous fat. sub يعني سفلي، والcutaneous يعني جلدي، ف طبق يعني بيكون دهون تحت الجلد beneath the skin. هذا اول موقع لها، اول موقع انه هي تحت الجلد. ثاني موقع around the internal organs، بنحكي عنها visceral fat، زي مثلا عند القلب بتبطن القلب، فالموقع تبعها هون بيكون visceral داخلي. in yellow bone marrow، in yellow bone marrow. وين ثالث موقع بلاقي فيه الفات؟ باليلو بون مارو. هسا لو بتتذكروا هنا الريتيكولار كونكتيف تيشو كانت بالريد بون مارو، اما الاديبوسايت الاديبوز تيشو وين موجود؟ موجود باليلو بون مارو، هناك كان ريد هنا كان يلو. ممكن كمان نلاقيها بالانترا ماسكولار، بالماسكولار سيستم بين العضلات، الا ما يكون في عنا فات. واخر اشي بالبريست تيشو، يعني اللوكيشن انا في عندي خمس مواقع موجود فيها الفات، اول واحدة تحت الجلد، ثاني واحدة فيسرال، ثالث واحدة بالبون مارو، واي نوع بون مارو اللي هو اليلو، رابع واحدة اللي هي بين العضلات، واخر واحدة بالبريست تيشو. يعني الفات ايش فيه اشياء؟ اهم اشي فيه انه فيه اديبوسايت، فيه نوعين، واحد اسمه وات واحد اسمه بات، كل واحدة لها وظيفة معينة. الوايت تعمل ستور للانرجي
والبراون بتعمل جنريت للبودي هيت. احفظوها براون يعني بي مع بودي هيت، تمام، بي مع بي. في له عدة وظائف حكيناهم كلهم، له عدة مواقع، واعتقد انه الوظائف والمواقع جدا منطقية. هسا نيجي لثالث نوع من السبيشال كونكتيف تيشو اللي هو الكارتليج. كارتليج معناتها الغضاريف، تمام. الكارتليج معناتها الغضاريف. هسا الغضاريف بدي اياكم تعرفوا بالغضاريف انه مثلا الاذن تبعتنا مكونه من غضاريف، تمام، مقدمه الانف كمان مكونه من غضاريف. واذا بنلاحظ انه احنا عادي بزبط انه نثني الاذن تبعنا او نثني الانف تبعنا او نحركهم، وكمان ما بنشعر بالم سواء بالاذن او بمقدمه الانف، احنا ما بنشعر بالم. ليش؟ عشان الكارتليج بيكون افاسكولر، ما بيكون فيه اوعيه دمويه، تمام. فالكارتليج بيكون افاسكولر، ما بيكون فيه اوعيه دمويه. خلينا نقرا اول معلومه عن الكارتليج، انه هو فليكسبل كونكتيف تيشو. حكيناها انه هو بيكون مرن. مكوناته، اهم مكون بالكارتليج اشي اسمه الكوندروسايت. زي بالفات، اهم اشي بالفات شو كان اسمه؟ كان اسمه اديبوسايت. اما بالكارتليج في عنا اشي اسمه كوندروسايت. ايش الكوندروسايت؟ هم specialized cells that produce a large amount of collagenous extracellular matrix. هذا تعريف الكوندروسايت. في عنا كمان اشي تاني موجود بالكارتليج غير الكوندروسايت، اللي هو الابندنت جراوند سبستنس. الجراوند سبستنس موجود فيها شغلتين، اول واحدة البروتيو جلايكن، تاني واحدة الالاستيك فايبرز. ايش بنعرف لهسه؟ الكارتليج هو انواع سبيشال كونكتيف تيشو، بكون فليكسيبل. الكومبوننتس له مكونين اساسيين، اول واحد اهم واحد اللي هو الكوندروسايت، ثاني واحد اللي هو ground substance. الground substance فيها شغلتين أساسيين اللي هم البروتيوغلايكان والإلاستيك فايبرز، تمام. هسا الكارتليج فيه ثلاث أنواع. هسا هدول مكوناته، الكوندروسايت والground substance هدول مكوناته. أما الكارتليج يكون فيه ثلاث أنواع. أول واحد اللي هو هايلين كارتليج، تاني واحد اللي هو الإلاستيك كارتليج، وآخر واحد اللي هو الفايبرو كارتليج، تمام؟ بدنا نحفظهم بدنا نعرف إنه الهايلين صورته اللي هي هاي، الإلاستيك صورته هاي، والفايبرو كارتليج الصورة تبعته هاي، تمام؟ إذا الكارتليج فيه ثلاث أنواع: هايلين كارتليج، وإلاستيك كارتليج، وفايبرو كارتليج. حلو؟ احنا حكينا ايش الكومبوننت الاساسي بالكارتليج، اشي اسمه كوندروسايت، صح؟ فايش منطقي هسه هاي كل الصور يكون عبارة عن كوندروسايت. هسه في مصطلحين بدي اياكم تكونوا عارفينهم، اول واحد اللي هو اسمه لاكونا، ثاني واحد اللي هو الكوندروسايت. هسه اللاكونا عبارة زي كأنها فتحة او شق او ممر او اي اشي بيدل على كلمة فتحة أو ثغرة مثلا. فاللاكونة هي عبارة عن فتحة، بس هاي الفتحة بده يكون جواتها إشي. إيش هذا الإشي؟ هذا الإشي اسمه كوندروسايت. فالباكي جراوند اللي هي الماتريكس هاي كلها اسمها اللاكونة. إيش شو في جوا اللاكونة؟ في عنا كوندروسايت إن لاكونة. نفس الاشي هنا بالصورة هاي، الصورة الثانية، عن اول صورة كانت هايلين، هاي الصورة بي اللي هي الالاستيك كارتليج. هسا هذا السهم الاول داخل على نص اللاكونة، نص اللاكونة شو في عنا؟ في عنا الكوندروسايت. السهم الثاني هدول جايين شكل خطوط، اذا هاي الخطوط ايش؟ الالاستيك فايبرز، عشان هيك حكينا عنها الالاستيك كارتليج، تمام؟ الباكي جراوند اللي هي بنحكي عنها الماتريكس، والثغرة الفتحة الممر هذا كله شو بنحكي عنه؟ بنحكي عنه لاكونة. هسا آخر نوع اللي هو الفايبرو كارتليج.
التركيب هذا كلها شو اسمها؟ اسمها لاكونه. فشو في جوا اللاكونه؟ في عندنا كوندروسايت. فبدنا نحفظ نعرف انه في عندنا ثلاث انواع من الكارتلج، وثلاث انواع فيهم كوندروسايت، والكوندروسايت موقعها داخل اللاكونه. تمام. فهون بحكي لنا it is classified into three types، انه هو مصنف لثلاث انواع. اول واحدة الالاستيك كارتلج، ثاني واحدة الهايلين كارتلج، وثالث نوع اللي هو الفايبرو كارتلج. هلا هم هدول الثلاث بيختلفوا عن بعض بايش؟ differ in relative amount of cartilage، كل واحدة فيها كمية كارتلج مختلفة، مش كلهم متساويين بكميات الكارتلج اللي موجودين فيهم. هلا ايش الثلاثه هذول الالاستيك والهايلين والفايبرو كارتلج متشابهين بايش؟ بحكي لنا ان كومون، اشياء متشاركه بيناتهم. all of the three types doesn't contain blood vessels a vascular or nerves a neural، يعني اثنين ما فيهم اوعيه دمويه. no blood vessels معناتها a vascular، a يعني نفي، vascular يعني اوعيه دمويه. a vascular انه ما عندي اوعيه دمويه. والتنين ما بيكون فيهم اعصاب، التنين بيكونوا انيورال، نيورال يعني اعصاب، انيورال يعني ما عندنا اعصاب. يعني شو في خصائص مشتركه بيناتهم هذول الثلاث انواع؟ انه التنين ما فيهم اوعيه دمويه، والتنين ما فيهم اعصاب. طيب ما دام ما فيهم اوعيه دمويه، كيف بده يوصلهم تغذيه؟ كيف بدهم يضلهم على قيد الحياه يعني وما يموتوا ويخمجوا مثلا؟ فالنيوتريانس لازم توصلهم. كيف بدها توصلهم؟ بدها توصلهم عن طريق الديفيوجن، عن طريق الانتشار. تمام. هلا انا وين بلاقي الكارتلج الغضاريف؟ وين موجوده؟ اول اشي هي موجوده جوينت بتوين بونز، لما يكون انا عندي عظمه وعظمه ثانيه، هاي العظمتين يوصل بيناتهم مفصل، هذا المفصل اللي هو الجوينت بنحكي عنه كارتلج، يكون مكون من كارتلج. فاول لوكيشن الجوينت اللي بيكون بين تو بون، بين تو بونز. ممكن كمان نلاقيها بالريب كيج، بالقفص الصدري. القفص الصدري في بنهاياته كارتلج. ممكن كمان تكون موجوده بالايرز، بالاذن او بالنوز، بمقدمه الانف، بالبرونكيال تيوبس. موجوده كمان بالانترفيرتبرال ديسك، الانترفيرتبرال ديسك يلي هي الفقرات، القرص يلي بيكون موجود بين الفقرات، فقرات العمود الفقري. تمام. الفانكشن تبعها غالبا يعني هي الفانكشن مش مفهومه، فعشان هيك انا بفضل تحفظوها، انه holding tubes open in an animal body because of its rigidity. ف الكارتلج، هلا نحكي كل شيء عن الكارتلج. اهم شيء انه هو فلكسيبل، بكون مكون من كوندروسايت، بكون كمان مكون من جراوند سبستنس. الجراوند سبستنس هاي مكونه من شغلتين، بروتيوغلايكان والاستيك فايبرز. الكارتلج فيه ثلاث انواع، هايلين كارتلج، الاستيك كارتلج، وفايبرو كارتلج. هذول الثلاث بيختلفوا عن بعض بايش؟ انه كل واحد فيه كميه كارتلج مختلفه. طيب بايش بتشابهوا مع بعض؟ الثلاثة بتشابهوا ببعض، انه اثنين الثلاثة هذول بيكونوا اي نيورال، والثلاثة بيكونوا اي فاسكولار. اللوكيشن تبعهم سواء كان بالمفاصل، سواء كان بالقفص الصدري، او بالاذن، او بالانف، او بالبرونكيال تيوبس، او اخر اشي بالانترفيرتبرال ديسكس. تمام. بس نيجي لاخر نوع اللي هو، لا النوع اللي قبل الاخير اللي هو البون. البون يعني هو العظم. خليني بس افتح على الصورة هاي. تمام خلص. هلا البونز هو النوع الرابع من مكونات السبيشال كونكتيف تيشو. تمام. It consists of living cell embedded in a mineralized organic matrix consists of organic components. البون مينرال، the inorganic component of bone formed from the salts of calcium and phosphate.
يعني هسا احنا شو بنعرف؟ انه فيه اشي اورجانيك وفيه اشي ان اورجانيك. الاورجانيك كومبوننت، الاورجانيك كومبوننت اللي فيه هو عبارة عن اشي اسمه اوستيوسايت. هسا صح بالفات كان في عنا اشي اسمه اديبوسايت، وبالكارتلج كان عنا اشي اسمه هون بالاديبوز كان عنا اشي اسمه اديبوسايت. اديبو بتمثل الاديبوز. بالكارتلج كان في عنا اشي اسمه كوندروسايت. الكوندروسايت الكوندرو هاي بتمثل الكارتلج. هسا بالبون في عنا اشي اسمه اوستيوسايت. اوستيو معناتها بون يعني عضل. فالاوستيوسايت هي السل يلي بتميز البون يلي هي اورجانيك كومبوننت. اذا البون فيه شغلتين، اورجانيك كومبوننت وان اورجانيك. ان اورجانيك كومبوننت الاورجانيك يلي هي الاوستيوسايت، تمام. اما الان اورجانيك كومبوننت يلي هم شغلتين، كالسيوم وفوسفيت. هسا في عندي انا بجسمي نوعين اساسيين من العظام، من البونز. اول واحد بنحكي عنه الكانسلس بون، او بزبط نحكي عنه السبونجي بون. وثاني واحد اللي هو الكورتيكال بون. هسا الكانسلس بون راح يكون فيه جدا فراغات، من اسمه الكانسلس يعني هو السبونجي. السفنجه بيكون فيها فراغات كثير، وشكل البون بيكون بالضبط زي شكل السفنجه، بكون فيها جدا فراغات. فبالتالي لما يكون فيه اشي فراغات فبده يكون ضعيف، صح؟ اما الكورتيكال بون ما بكون فيه فراغات، بكون عبارة عن طبقات من العظم المتكدسة فوق بعض، من اسمها كورتيكال يعني قشري. فالكورتيكال بون بيكون على الاطراف، والكانسلس بون دائما بيكون في المنتصف. الاطراف بيكونوا مكدسين، اما المنتصف بيكون فيه فراغات. It has two types. الأولى cancellous والثانية اللي هو الكورتيكال بون. هسا بحكي لنا هون الكورتيكال بون it consists of repeating structure. هذا repeating structure الكورتيكال بون مكون من structure بضلوا يعيد نفسه. ايش هو هذا الاشي؟ اسمه هافيرجن سيستم، او بصبت نحكي عنه اوستيون. الكورتيكال بون تكون من اشي بضله يتكرر، هذا الاشي زي هيك يعني بضله يلتف 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 يلتف، صح؟ هذا الاشي شو اسمه؟ هذا كامل الدائرة هاي كاملة شو اسمها؟ بزبط نحكي عنها الهافيرجن سيستم، او نحكي عنها الاوستيون. يا اوستيون يا هافيرجن سيستم. فبحكي ان الكورتيكال بون consists of repeating structure اللي هم الاوستيون او الهافيرجن سيستم. The primary anatomical and functional unit. فايش هي اليونت الاساسيه بالبون؟ اهم شيء بالبون كله شو هو؟ الهافيرجن سيستم. الهافيرجن سيستم اللي فيه المكونات العظم كامله. هلا هون بحكي لنا each osteon، او بزبط نحكي each هافيرجن سيستم has concentric lamellae. lamellae يعني layers of mineralized matrix deposited around a central canal اللي هي الهافيرجن كانال، which contain blood and nerve supply. وفي عنا كمان اشي اسمه لاكوناي. لاكوناي هي جمع اللاكوني، الجمع اللاكونة. لاكوناي هي جمع اللاكونة. موجود كمان الهافيرجن سيستم فيه كمان لاكوناي. اللاكوناي it contains the bone cells اللي هم الاوستيوسايت. هسا هدول الفقرتين هدول كاملين، عشان نقدر نفهمهم لازم نتبع مع الصورة أحسن. هسا هذا كامل شو اسمه؟ هذا كامل، هذا اسمه يا اما هافيرجن سيستم، او بزبط نحكي عنه الاوستيون. هسا بنص الهافيرجن سيستم في عندي فتحه، هاي الفتحه اللي هي الكنال. شو بنحكي عنها؟ بنحكي عنها الهافيرجن كنال. هسا على داخل الاوستيون هاي في عندنا لاكونه،
الوحدة اسمها لاكونة، أكثر من وحدة شو بصير اسمهم؟ لاكوناي. تمام؟ هسا داخل اللاكونة شو بده يكون في موجود عنا؟ رح يكون في عنا الأوستيو سايت. لو بتتذكروا داخل الكارتليج كان كمان في عنا لاكونة، شو كان داخل هاي اللاكونة اسمه؟ كان اسمه، هيو خليني أحط لكم عليه، داخل الكارتليج كان في عنا إشي، هذا الإشي اسمه لاكونة. شو كان داخل اللاكونة؟ كان اسمه الكوندرو سايت. الكوندرو معناتها كارتليج. أما بناحية البون، البون اللي هي الأوستيو، فداخل اللاكونة يلي موجودة بالبون راح يكون في عنا أوستيو سايت. فاللاكوناي كونتينز البون سيلز، خلايا العظم يلي هم الأوستيو سايت. تمام؟ فالبون سيلز وين موجودين؟ موجودين باللاكونة تحت مسمى الأوستيو سايت. هسا هدول الأوستيون هاي لو بتلاحظوا هيك بتضلها تلتف تلتف زي الحلقات، هدول الطبقات أو الحلقات هم لايرز، هدول اللايرز بيكون اسمهم لاميلا. تمام؟ وبالنص الأوستيون في عنا فتحة، هاي الفتحة بيكون اسمها الهايفيرجن كانال. لو نطلع الصورة هاي الثغرة هاي شو اسمها؟ اسمها اللاكونة. شو بيكون داخل اللاكونة؟ بيكون داخلها الأوستيو سايت. هسا في عنا هيك تشققات طالعة من اللاكونة، هاي التشققات نحكي عنها كانال كيولاي. هلا الكنال يلي هي القناة، أما الكنال كيولاي إشي مصغر عن القناة، بنحكي عنه كنال كيولاي زي صاحب وصوي، يعني إشي زي هيك. الكنال بتكون إشي الكبير، والكنال كيولاي بتكون الإشي الأصغر منها. كنال كيولاي بتكون متفرعة من اللاكونة. تمام؟ هذا كل إشي عن البون. البون الراجع كله سريع، فيه أورجانيك وفيه إن أورجانيك كومبوننت. الأورجانيك يلي هو الأوستيو سايت. تمام؟ الإن أورجانيك يلي هم شغلتين، الكالسيوم والفوسفيت. بس البون فيه نوعين، أول واحد اللي هو الكانسلس بون، ثاني واحد اللي هو الكورتيكال بون. هسا الكورتيكال بون اللي هو هاد مكون من سيستم، هذا السيستم اسمه الهافيرجن سيستم، أو بزبط نحكي عنه الأوستيون. تمام؟ هلا الطبقات هدول اللايرز ايش بنحكي عنهم؟ بنحكي عنهم اللاميلي أو اللاميلا. الثغرات الوحدة بنحكي عنها لاكونة، عدة ثغرات بنحكي عنهم لاكوناي. داخل اللاكونة شو في عندي؟ في عندي الأوستيو سايت. وبالنص هذا شو اسمه يلي بالنص؟ اسمه الهافيرجن أو الأوستيون كانال أو السنترال كانال. هسا نيجي لآخر نوع من أنواع السبيشال كونكتيف تيشو اللي هو البلود. هسا البلود، البلود اللي هو الدم. حسب الصورة هاي، هلا البلود الدم، لما لو أنا بدي أخذ أفحص عينة دم من جسمي، راح أمسك هاي العينة وأحطها داخل أنبوب. هذا الأنبوب راح ألاحظ إنه تقسم لقسمين أساسيين، أول واحد اللي هو البلازما، ثاني واحد اللي هي السيلولار كومبوننتس اللي هم الخلايا. هدول الخلايا سواء كانوا خلايا دم حمراء أو الصفائح الدموية أو خلايا دم البيضاء، هم راح يشكلوا لي النص الثاني. يعني أنا مسكت عينة دم حطيتها داخل تيست تيوب، هذا التيست تيوب راح يتقسم لجزئين، أول واحد اسمه البلازما، ثاني واحد اللي هي فيه مكونات الدم الأساسية، خلايا دم حمراء أو بيضاء أو صفائح دموية. هسا هاي البلازما نسبتها 55%، تمام، من البلد. إذا الريد بلد سيل والوايت بلد سيل كم بده يكون نسبتهم؟ بده يكون نسبتهم من 40 لـ45%. هسا البلازما كمان فيها مكونات، صح؟ ايش المكون الأساسي داخل البلازما؟ المكون الأساسي داخل البلازما هو الووتر، بشكل حوالي 91 أو 92% من مكونات البلازما. تمام؟ يعني الووتر وين موجودة؟ الووتر موجودة بالبلازما،
وإيش مكون الأساسي للبلازما؟ اللي هو الووتر بنسبة 91 لـ92%. خلص هاي هيك خلصنا منها. فحكينا إنه البلود بتقسم لجزئين، أول واحد البلازما نسبته 55%، ثاني واحد اللي هو الريد بلود سيل، وايت بلود سيل، الصفائح الدموية اللي هم البليتلتس. فبحكي لنا البلود إيش هو البلود؟ تعريفه it is a bodily fluid with two basic functions. هو سائل داخل جسمنا فيه وظيفتين أساسيين، أول واحدة delivering necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells. يعني أول وظيفة راح يودي إشي للسيلز، إيش راح يودي؟ راح يودي المواد الغذائية nutrients، وراح يودي الأكسجين لهاي الخلايا. ثاني إشي بده يأخذ إشي من هاي الخلايا، إيش بده يأخذ؟ to transport metabolic waste product away from these cells. راح يأخذ المواد السامة من هاي الخلايا والمخلفات. يعني البلود له وظيفتين أساسيين، أول واحدة بده يودي إشي للخلايا، بده يودي لها الأكسجين، بده يودي لها النيوترينت. ثاني وظيفة إنه بده يأخذ أشياء من هاي الخلايا، إيش بده يأخذ؟ بده يأخذ الأشياء السيئة اللي waste product. بحكي لنا it is composed of blood cells، مكون من blood cells suspended in blood plasma. زي ما فرجيتكم قبل شوي بالصورة إنه هو مكون من blood cells، يكون مكون كمان من plasma. هسه هاي البلازما نسبتها 55%، وإيش المكون الأساسي من البلازما؟ اللي هو الووتر بنسبة 92%. هسه إحنا حكينا البلود بتقسم لجزئين، أول واحد البلازما، تاني واحد اللي هم السيلز. هسه السيلز هدول شو هم؟ ثلاث أشياء. أول إشي اللي هو البليتلت، الصفائح الدموية. ثاني إشي اللي هم الريد بلود سيلز، خلايا الدم الحمراء. ثالث إشي اللي هم الوايت بلود سيلز، WBC. هسا البليتلت كل واحدة فيهم إلها اسم تاني. البليتلت اسمها ثرومبوسايت. احفظوا بليتلت البي مع ثرومبو، مع البي الموجودة هون، يعني البي تبعت البليتلت احفظوها مع الثرومبو، مع البيت اللي موجودة بالثرومبو سايت. هسا الريد بلود سيل اسمها ريد بلود سيل، يعني فيها R بي سي. كمان الإريثروسايت موجود فيها R. الاسم الثاني للريد بلود سيل هو الإريثروسايت، فالR بي سي R كمان مع الإريثروسايت فيها كمان R. حلو. آخر إشي الوايت بلود سيل اللي هم اللوكوسايت. احنا بنكون عارفين ان البليتلت فيها ثرومبوسايت بي مع بي، والريد بلود سيل اللي هم الاريثروسايت ار مع ار، اخر شيء الوايت بلود سيل اللي هم اللوكوسايت. خلينا نفتح الصوره هسه نشوفهم. حكينا الخلايا اللي موجودين بالبلود، اول وحده اللي هي الريد بلود سيلز اللي هم هدول اسمهم الإريثروسايت. لو ملاحظ انه ما فيهم نيوكليوس، صح؟ بس هيك اشي ريد بلود سيل ما بدون النيوكليوس. تاني نوع من البلود سيل اللي هو البليتلت. البليتلت هيك شكلها غريب، ما الها شكل. البليتلت الاسم الثاني الها اللي هو ثرومبوسايت. هسا الوايت بلود سيل هم يلي لهم عدة انواع. الوايت بلود سيل تتقسم لنوعين أساسيين، أول واحد اللي هو A جرانيولوسايت، ثاني واحد جرانيولوسايت. جرانيولوسايت يعني فيه جرانيول. ال A جرانيولوسايت ال A يعني نفي، إذا هو ما بيكون فيه جرانيول. ال A جرانيولوسايت نوعين، أول واحد اللي هو المونوسايت، ثاني واحد الليمفوسايت. الجرانيولوسايت ثلاث أنواع، يوسينوفيل وبيزوفيل ونيوتروفيل. بس قبل ما أحفظكم إياهم بديكم تعرفوا إنه الجرانيولوسايت كلهم بنتهوا بإيش؟ بفيل. يوسينوفيل، بيزوفيل، نيوتروفيل،
أما الأي جرانيولوسايت بينتهوا بإيش؟ بينتهوا بسايت. هسا الأي جرانيولوسايت نوعين، واحد اسمه مونوسايت، واحد اسمه لينفوسايت. المونوسايت راح تكون أكبر من اللينفوسايت، مونوسايت هنا جاي كبيرة، اللينفوسايت راح تكون أصغر منها. وعادة اللينفوسايت بالامتحان يجيبوا لكم هيك خليتين مع بعض وبحكوا لكم شو هدول، انتم بتحكوا له انه هدول لينفوسايتس. هدول بالنسبه للاي جرانيولو سايت. اما الجرانيولوسايت حكينا جرانيولوسايت بينتهوا بفيل، يوزينوفيل او بيزوفيل او نيوتروفيل. بس بدي اياكم تحفظوهم كالتالي، انه بيزوفيل فيها بس 1 جرانيول، اليوزينوفيل فيها 2 جرانيول، والنيوتروفيل فيها 3 جرانيول. هسا بيزوفيل احفظوهم هيك، يعني هاي انسب طريقة انا شايفها عشان نحفظهم، انه البيزوفيل احفظوها انه هي باسل، وباسل ولد صف اول، تمام. اليوزينوفيل يوزين هي ياسين، ياسين ولد صف ثاني. نيوتروفيل ولد صف ثالث، فباسل ايش فيه بس 1 جرانيول عشان صف اول، اما اليوزينوفيل فيها 2 جرانيولز وهو بيكون ولد صف ثاني بيكون اسمه ياسين. اما نيوتروفيل ولد صف ثالث بيكون فيه 3 جرانيولز. باسل بيكون ولد صف اول، ياسين بيكون ولد صف ثاني، نيوتروفيل بيكون ولد صف ثالث. باسل فيه 1 جرانيول بيكون كبيره، يوزينوفيل بيكون فيه 2 جرانيول، نيوتروفيل بيكون فيه 3 جرانيولز، تمام. في كمان شغله بس يعني عشان نضلكوا رابطين الامور ببعض، انه هاي واحد اثنين ثلاث وجرانيولوسايت أربعة. أما هاي الليمفوسايت واحد، المونوسايت اثنين، الأي ثلاث، جرانيولوسايت أربعة. هاي أربعة وهاي أربعة، يعني الأي اعتبرتها أنا كلمة لحالها عشان نضلنا حافظينهم. إنه الجرانيولوسايت هاي واحد، يوزينوفيل اثنين، بيزوفيل ثلاث، نيوتروفيل أربعة. أما الأي هي واحد، جرانيولوسايت اثنين، مونوسايت ثلاث، وليمفوسايت أربعة. هاي أربعة وهاي أربعة، تمتين أربعة بأربعة. في آخر صورة هاي من المانيوال، هيك جابوا لنا صور زي هيك والأسماء مغطية، فإحنا كيف بدنا نعرفهم؟ أول إشي الأحمر هذا، الأحمر يلي موجود بكل مكان، اللي هو الريد بلود سيل، اللي هو الإريثروسايت. إذا بتلاحظوا ما بيكون فيه نيوكليوس، تمام. تاني إشي اللي بيكون هيك إشي ما إله شكل محدد، بس أشياء مرمية بكل مكان، اللي هي هاي الصفائح الدموية اللي هم البليتلت. حلو. هسا كل إشي باقي اللي هو إيش، اللي هو الوايت بلود سيل، ممكن يكون جرانيولوسايت، ممكن يكون أي جرانيولوسايت. هسا نبلش نطلع عليهم واحدة واحدة. هسا مثلا الصورة هاي بنطلع عليها فيها ثلاث نقاط، هاي النقطة، النقطة هاي، النقطة هاي. حكينا ثلاثة ايش؟ نيوتروفيل، صح؟ هسا الصورة هاي بنطلع عليها بداخلها فيها جواتها شغلتين، هاي واحد هاي اثنين. حكينا اثنين يعني ياسين يعني يوزينوفيل. حلو. هسا هاي نطلع عليها بنلاقيها فيها بس اشي واحد نقطة، يعني اشي واحد وكبير. هذا الاشي اللي هو حكينا اسمه ايش؟ بيزوفيل، ولد صف اول. هدول كلهم النيوتروفيل وبيزوفيل ويوزينوفيل ايش؟ هدول كلهم جرانيولو سايت. هسا مثلا نطلع على هاي، هاي الصورة طالع منها سهمين، حكينا اللي بيكون طالع منهم سهمين ايش بيكونوا؟ بيكونوا الليمفو سايت، تمام؟ في عنا آخر إشي بضل اللي هو المونوسايت، اللي هي الرسمة هاي من اسمها مونو، بكون فيها بس مونو، إشي زي واحد مونو داخلها. هون بحكي لنا بس آخر معلومة، إنه الريد بلود سيلز هم اللي بكونوا موست أبندنت سيلز إن فيرتبريت بلود. يعني إيش أكتر نوع خلايا موجود بالدم؟ اللي هو الريد بلود سيلز، تمام. وهيك هاي بنكون خلصنا التجربة، إن شاء الله بكون الكل فهمها، تكون بسيطة عليكم إن شاء الله، وإلى اللقاء.